لا تدع الصعوبات تقلقك، فقضيتك عظيمة جدا لدرجة أن نقاط ضعفك لا تستطيع تدميرها. تعلم أن تبني سلما من الأحجار التي تعثرت فيها. تقدم ببطء لكن لا ترجع للخلف إطلاقا. في البطولة هذه داخلية صارت بين الأندية، حصلت على مركز الأول في لعبة الرمح. أما في البطولة الثانية 2017 تونس وراها هم المغرب، كنت عارفة شنو قوانين بس كنت داشة بقوة. اللي حصلتها بالألعاب قوة، في بعض الأيام ما يكون أتمرن على اللعبات الرمي الرمح وجلة وقرص، لا الكابتن كان يعطينا كورس حديد مثل غرفة حديد نتمرن فيه. اللي حصل عليه الصعوبة هي مثل ما تقول لازم تكون بلياقتك المدنية كاملة، لأنه ما يصير يكون مثلا حديد معاه سيدة رمائي يعني رمي، لا هي لازم يكون نسبة الحديد يعني ما تكون كاملة يعني أشيل أثقال وفوق طاقتي، لا لازم تكون متساوي على أساس بالوقت الرمي الرمح وجلة وقرص أعرف أقدر أوصل الهدف، يعني مسافة أبعد توصل. أما في حال مثل أي تمرين وما أسوي ما أدش غرفة حديد وبس رماية ما أقدر أوصل للهدف اللي أنا أبي. صعوبة الرماية إن لازم أكون يعني راحة بال، ما أكون مشغولة بشيء، أفصل بين النادي عن البيت أو أي شغلة. وثاني شيء لازم أضبط حمل نفس الطريقة النفس ونفس الطريقة الاهتزاز، ما تكون الاهتزاز يعني سواء كان يمين أو يسار لازم يكون بالسنتر نفسه. وحمل لازم يعني ما أص يعني مثلا إذا بوصل مثلا 10.1 أو 10.2 لازم في شيء اسمه تعويضي عشان اخذ الاهداف اكثر وما يعني ما انزل تحت العشرة وبس. المستعد للشيء تكفيه أضعف أسبابه، وسيحرق كومة القش إذا كان جادا في البحث عن إبرة. فيجب أن تكون الهمة والإرادة حاضرة لمن أراد الانطلاق نحو التغيير. إن شاء الله يكون في بين المنافسات نفس فئتي على أساس أن أقدر أنافسهم وأقدر يكون يعني يكون بيننا في حماس وبني حصل على ميداليات يكون هملكم داخلية سواء كانت داخلية أو خارجية. وحالياً أنا مستعدة على أساس أن أقدر أسافر برا السنة الجاية بطولة السنة الجاية وأعرف مثلاً فئتي أو منافسين، لحد الحين ما أعرف شيء. أول ما صارت في بطولة تونس كنت آخر لاعبة ألعبها، كان وقتها الساعة 9 بالليل وكان وقتها مطر، وزميلتي خلود مطيري هي كانت ناطرتني الوحيدة، يعني لأن كان لاعبينا راحوا الفندق ما بقى إلا أنا وهي، وكان وقتها مطر حيل،
ولما كنت أبي أرمي جلة كان يعني وضعي مو مسافة اللي أنا أبيها، لأن كان مطر وصار مو كامل استعدادي حقها. فحرام إن هي اللي أنا أهلية خلتني أبدع باللعبة صراحة، يعني ما جبت شيء. لعبة رماية هي أول شيء السلاح لازم يكون متوافق تماماً مع العدسة الأولى مع العدسة الثانية، وأساس أن أوصل الهدف 10 أمتار. وإذا مثلاً لازم يكون عندنا وقت معين، هي 60 طلقة مع 60 دقيقة أساس أن أقدر أوصل هدف معين أو هدف عالي. في حال إذا مثلاً راحت علي دقيقة أو راحت علي مثلاً 50 طلقة ما أقدر أوصل نتيجة معينة أدش الفاينل أو أدش السنتر. الإعاقة ليست إعاقة الجسد بل إعاقة الروح والهمة، وعندما تتوفر الإرادة القوية يستطيع المرء أن يوظف قدراته ويتجاوز العقبات ويحقق النجاح مهما كبلت جسمه القيود، فهم أصحاب الهمة والإرادة. حابة أوجه رسالة للعنصر النسائي، من سواء كانت من أصحاب الهمم، سواء كان قصر قامة أو أنواع الإعاقات، حبيت أقول لهم شاركوا في بطولات أو شاركوا في النوادي على أساس تثبتون وجودكم في الكويت وترفعون راسكم راس ديرتكم، وما في شيء مستحيل دام إن ربي موجود. وبس حابة أشكر زميلتي بدور المصري، وحابة أشكر كابتن بدر مهيني، وحابة أشكر كابتن عقاب شمري، وحابة أشكر كابتن فهد، يعطيهم العافية وما قصروا، داموا يعني دام يعني حسسوني بالدعم، حسسوني بالدافع النفسي وما قصروا للأمانة. أهم حابة أشكر والدتي دائما تدعمني وما يعني دائما تقول لي روحي دام سواء كان خسرتي ولا نجحتي أهم شيء أنت جربتي وبس. وحابة أشكركم كلكم، يعطيكم العافية.